يمكن النهارده هيبقى في مساحه كده في غير ساعات الحظر، الناس اللي قادره تتحرك في محيط صغير في محيط عائلتها ده هيبقى موجود. بس هو السؤال فعلا هنروح فين؟ لانه احيانا بيكون الالتزام قرار شخصي وفردي، لكن لما بيكون مصاحب لي قرار من الدوله بيسهل علينا القرار جدا، مفيش حاجه تتعمل، فخلينا على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا واللي بنحبه. هروح معاكم الخبر لطيف لازم نختم بيه النهارده، مجموعه اخبار كتير اتكلمنا فيها. يمكن كتير مننا يقول انا افهم ايه في الاقتصاد، انا يهمني ايه لما العالم يقول عن اقتصاد مصر انه كويس، لكن تعالوا بس معانا واحده واحده كده نشوف الخبر اللي جاي. انه حصل كتير جدا من الاشادات من صندوق النقد، من البنك الدولي، من مؤسسه فيتش بالاقتصاد المصري في الفتره اللي فاتت، وبتعامل الدوله المصريه مع تداعيات انتشار فيروس كورونا. كمان هو في مؤسسات عالميه معروفه عنها ان هي اللي بتعمل حاجه اسمها التصنيف الائتماني للدول او الكريدت رانكينج. الكريدت رانكينج ببساطه بيصنف الدول بحسب قدرتها او التصنيف السيادي للاقتصاد، يعني بحسب الثقه العالميه في هذا الاقتصاد. ستاندرد اند بورز واحده من المنظمات المهمه جدا في العالم ادت مصر تصنيف دي بي. بي بي على مستوى المدى الطويل الأجل والقصير الأجل، ده معناه إيه؟ معناه إنه الاقتصادات في العالم بتصنف من أول AAA AA AB وهكذا بالترتيب، يعني إحنا في الترتيب الخامس في قوة الاقتصادات العالمية. ده معناه إيه برضو؟ معناه إنه اقتصاد مصر بيتعافى بشكل كبير، وإنه مصر واحدة من الدول اللي بيقال عنها عالميا مش محليا بقى المرة دي إنها من المتوقع عليها إنها تخرج من أزمة كورونا باقتصاد قوي ومتعافي على عكس ما هو متوقع في بلاد تانية كتير. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل فقط. إجراءات اقتصادية عديدة اتخذتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة جعلت من الاقتصاد المصري أكثر صلابة وأكثر قدرة على تحمل الأزمات، وهو ما أكده تقرير مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف مصر على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر وقدرتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. الوسط المصرفي أكد أن هذا التصنيف الصادر من المؤسسة الدولية وفي ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميا وتأثير ذلك على كبرى الاقتصاديات العالمية يؤكد على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات. القرار الصادر من مؤسسة محايدة يساهم أيضاً في تجديد ثقة المستثمرين في الحفاظ على استثماراتهم أو ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو ما يدعمه قوة الجهاز المصرفي وتراجع نسبة مخاطر التكلفة على القروض وزيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري الذي يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، ويخفض أيضاً من تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، بما يمكن مصر من إصدار سندات دولية بأسعار فائدة منخفضة. ما أصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز الدولية يتفق مع تقرير البنك المركزي المصري الذي أعلن أن معدلات التضخم الأساسية في مصر انخفضت في شهر مارس، ليؤكد أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات هامة لدعم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم إلى حد كبير في الإشادات الدولية المتوالية من جهة أخرى، منها مؤسسة فيتش التي توقعت أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نمواً اقتصادياً في 2020. رغم كل الظروف تفائلوا خيراً بهذه الأخبار.